لجنة عليا للانتخابات تصدر قرار بتمديد فترة التصويت ليس لوجود حشود من الناخبين أمام اللجان يتعذر عليهم التصويت في اليوم الثاني، ولكن تأجل أو تم تمديد فترة التصويت للحشد والتعبئة الإجبارية لصالح عبد الفتاح السيسي. لجنة عليا للانتخابات ملاك، لجنة عليا للانتخابات تشتغل ملاك. وعلشان يتم الحشد والتعبئة في اليوم الثالث أخذت عصابة رجال الأعمال يهددون ويتوعدون العمال بقطع رفضهم أو بخصم أجورهم إذا لم يذهبوا إلى لجنة الاقتراع والتصويت لعبد الفتاح السيسي.